الاستيان لكل اللي قاموا بتنظيم هاي الندوة الهامة، ويسعدني جدا المشاركة. أنا عشان بس أرتب أفكاري حطيت بعض الأفكار في باوربوينت على أساس إنه ما أشتش هون ولا هون، وإنه كمان أستغل ال10 دقائق بأقصى قدر ممكن. البرزنتيشن هو يعني معتمد على التجارب الشخصية اللي مرينا فيها في معهد دراسات المرأة، خاصة إنه لما بدينا كان يعني الفيلد فاضي، بدينا في 1994 وما كانش في تجارب أكاديمية أمامنا إلا مركز الأبحاث، أبحاث المرأة في الجامعة اللبنانية، وما كانش بيقدم برنامج أكاديمي في ذلك الوقت. فبالنسبة إن كان في هناك طبعا تحديات، وبالنسبة إن كان الفهم إنه البرنامج هيكون حلقة من إحدى أو إحدى حلقات مقاومة الاضطهاد والتمييز بشكل عام، يعني زي ما فينا حركات قامت لمقاومة التمييز الطبقي أو التمييز العرقي أو التمييز حسب اللون، فكان بالنسبة إن هذا حلقة من حلقات مقاومة التمييز، وبالتحديد التمييز البنيوي اللي هو بيكون يعني مؤسس في النظام السياسي أو في النظام الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي، واللي بيؤدي طبعاً إلى هدر طاقات المجتمع ويعني التمييز ضد قطاع كبير من الناس اللي هم يعني النساء. وكان إنه يعني أحد العوامل اللي يعني شفنا إنه البرنامج يجب أن يتصدى إلى هو كان يعني إنه المنطقة تتميز باستمرار الاستبداد وغياب الديمقراطية، وإنه كأحد اللبنات لتحقيق العدالة الاجتماعية. من أهم المعوقات اللي قابلناها في يعني نحت البرنامج وعمل يعني تراكم من خلاله هو التنظير العالمي عن يعني موضوع الجندر. وطبعا احنا لما بدينا 94 كان لسه موضوع الديكونستراكشن مش كتير يعني ماشي في الموضوع، صح كان في كتاب إدوارد سعيد وبادي يأثر، بس كان لسه الخطاب المهيمن عن المرأة في منطقتنا هو يعني خطاب فيه كثير من عوامل الاستشراق. فكيف يتم التعامل مع التنظير العالمي عن موضوع الجندر في المنطقة، بالإضافة إنه إحنا يعني 94 كان بعد أوسلو 93، وبالتالي كان في يعني نوع من الفيضان للمؤسسات الدولية اللي جاءت تساعد الفلسطينيين في تأسيس الدولة الفلسطينية. فكان خطاب المؤسسات التنمية الدولية اللي هو كان مهيمن عليه بشكل كبير الخطاب الحداثي والخطاب يعني النسوية الليبرالية. بالإضافة كان من المعيقات هو أيضا يعني إصرارنا على إنه إحنا بدنا يعني نساهم في decolonizing الجندر ستاديز، decolonizing بأنه أول إشي عملناه كان الاشتباك مع تنظير المؤسسات الدولية والتنظير الاستعماري اللي كانت بتبثه إسرائيل على كيف أنه الاحتلال الإسرائيلي كان عنصر تحرير للمرأة الفلسطينية. فكان هذا تحدي ويعني خدناه، كنا واعيين له وخدناه في بشكل مبكر. وطبعا يعني كان برضو من المعيقات هو موضوع الاستبداد السياسي بشكل عام، وهون بحكي عن المنطقة العربية ككل، واللي هو يعني استغلال موضوع الجندر لوضع المرأة الوردة على الجاكيتات زي ما احنا عارفين لتجميل نظم يعني قبيحة، او انه في حالة الاستبداد بيكون التحول في المؤسسة الأكاديمية إلى يعني برامج تطبيقية فنية اللي هي ما تمسش يعني الإطار العام السياسي أو الاقتصادي السائد في البلد. من المعيقات أيضا التيارات الفكرية المحافظة اللي هي عندها عدم ثقة بالنفس والتخوف من الغرب، وكل الخطاب اللي يعني تم بلورته في هذا الإطار. وهذا يعني كان عندي تجربة قصيرة في التدريس بجامعة قطر، كان هذا واضح بشكل كبير جدا إنه لما بيكون هذا الخطاب هو المسيطر والسائد بيكون دراسات الجندر أو تدريس الجندر
صعب جدا إن لم يكن أحيانا مستحيل. النقطة الأخيرة اللي هو يعني بناء على تجربتنا في هاي النقطة هو إنه يبدأ برنامج أكاديمي في مؤسسة أكاديمية ويكون في عدم تواصل مع برامج أكاديمية أخرى في نفس المؤسسة. هون بيكون في جو من التشكك وعدم الثقة أو الاستعداء. وكان مهم جدا بالنسبة إن لا نحصر الجندر ستاديز في برنامج واحد وإنه يكون في تواصل مع برامج أكاديمية أخرى زي الإعلام زي التاريخ زي العلوم السياسية زي علم النفس زي علم الاجتماع اللي هو نجحنا أيضا فيه إن يكون في برامج أو مساقات تدرس وإحنا ساعدنا في إنها يعني تنحت أو تبنى إن تدرس في برامج أخرى. من المعيقات أيضا هو إنه في بعض الجوانب في الجندر ستاديز في صعوبة لأنه برامج الجندر ستاديز في المؤسسات الأكاديمية العربية بتبني الشرعية تبعتها يعني خطوة خطوة وببطء. فتدريس يعني قضايا بتتعلق بالسكشواليتي أو الجنسانية والهويات الجنسانية بتساهم للأسف في ضرب الشرعية اللي انت يعني بتبنيها برموش عينيكي. ففي دايما مفاضلة انه نبني البرنامج ونوافق على اجره ولا انه نكون منفتحين لكل القضايا اللي هي تدرس في الجندر. فكان قررنا ان هنأجل الموضوع شوي او ان احنا نتناوله بشكل يعني كوشس انه يكون في تناول حساس له مش بشكل يعني تام. عوامل النجاح يعني مهم جدا انه يفهم موضوع الجندر ستاديز يعني ما يعني ان هي مش منفصله عن السياق العام وان هي بتهدف الى تغيير المجتمعات وانه بنهدف الى تحرير يعني قطاع كبير من النساء بمعنى انه لها رساله او يعني دور سياسي اجتماعي مهم. تاني إشي من عوامل النجاح وهذا كان عنصر مساعد إلنا جدا اللي هو إيديولوجية الإدارة إدارة المؤسسة الجامعية ومدى الحريات الأكاديمية فيها. وهون إحنا كتير محظوظين بإدارة كتير منفتحة وداعمة ومساندة. والنقطة الثالثة كيف يتم يعني منهجية لحوار المعارضين وكسب ثقتهم لأنه عدم يعني النجاح في هذا الجانب قد يؤدي إلى مآسي كما حدث مثلا مع الدكتورة يعني ميرفت في الأردن أو في الدكتورة يعني للدكتورة يعني رفيع أعتقد حسن في اليمن بمعنى إنه المعارضة قتلتهم فيزيكالي بشكل يعني واضح. النقطة الرابعة اللي هي إنه فهم عميق للسياق المحلي وفي اشتباكه بالسياق العالمي ويكون في engagement مستمر ما بين التنظير العالمي وكيف بيتم التنظير في السياق المحلي بحيث إنه يعني يكون في engagement بمعنى إنه نقده قبوله رفضه إنه مش إنه إحنا بنجيب نظريات وبندرسها لطلابنا. النقطة الخامسة نحت برامج تخاطب المجتمع المحلي وتؤثر فيه إن أمكن وإن هذا طبعا بيعتمد على مدى شدة المقاومة وهون يعني التأثير بشكل مستمر يعني حركات اجتماعية بالشارع حركات نسوية ويعني اللي كنت بديت أحكي عنه امبارح بالنسبة للاشتباك إنه موضوع العنف اللي كل المنظمات النسوية عنا دب فيه كان عنا رؤية نقدية جدا ويعني موقف يعني أصرينا إنه ينسمع وكان في ندوة إحنا تفاجأنا إن كان فيها امبارح 140 واحد من يعني أماكن مختلفة وكان نقاش حاد جدا يعني حاد يعني بمعنى حامي جدا لأني طبعا كان عنا رؤية كيف بيتم رؤية العشيرة كيف بيتم رؤية الدين كيف بيتم رؤية السلطة كيف بيتم رؤية كتير قضايا اللي هي بيتم التعامل معها بمنظور يعني نابع من سيداء وأكثر من نبوء من فهم الواقع الفلسطيني. كان من العوامل النجاح نحن يعني نجحنا في إنه نكون مجموعة من مواد التدريس باللغة العربية وطبعا المرأة والذاكرة هون ساعدت كتير في هذا المجال.
وأيضا ربط الأكاديمية بالنشاط النسوي والاشتباك المستمر بين الجهتين، لأنه الأكاديمية بتدعم النشاط النسوي والنشاط النسوي أيضا بيوجه اهتمامات الأكاديمية. وشكرا جزيلا.